أنا سمر سعيد من اسكندرية، عندي 16 سنة. بدأت أنتبه للبرنامج من سنتين، شدتني ليها كذا حلقة شجاعة، وإن هي يعني ما بتخافش من حاجة وكل حاجة يعني عادي دايسة فيها، وبتروح العريش ونزلت تحت نفق وراحت القدس، ويعني ده حاجة خطر جدا بالنسبة لها، بس برضو اتعدت كل الصعوبات وراحت. بحاول أفضي نفسي بسرعة جدا عشان أفضل البرنامج، وبقعد بقى لوحدي في الأوضة عشان أتفرج عليها لوحدي، مش بحب حد يكلمني، حتى لو في إعلان بفضل قاعدة برضو. طبعا أول ما بدأت عندي فيس وكده، بدأت بقى أخش على الصفحة بتاعتها وأتابع كل حاجة، ما بسيبش حاجة ما عملهاش لايك أو كومنت، بس بحب طبعا أهتم بالصور. كنت بقى يعني لو طول أطلع في الإذاعة أقول لهم أنا بحب ريهام سعيد، دي بتعمل كذا وكذا وكذا، ما بس طبعا ما كانش ينفع اقول الحاجات دي. اتمنى اشوف البرنامج طول الاسبوع طبعا، بس ده مش بالنسبه لي مش هيأثر معايا في المذاكره، بس انا حابه اشوفها كل يوم وتبقى مباشر ومعانا وتتفاعل مع الجمهور يعني، وتكون اكتر من ساعتين كمان، بس يا ريت بقى تبدلوا لها الميعاد عشان تاخد براحتها. واحب اشوف البرنامج يعني لافف في العالم كله، وان هي تكون اكبر مذيعه في العالم، وتكون كمان قناة النهار أكبر قناة يعني في العالم مشهورة وجايبة أكتر حاجة كويسة، وبعدين هي بتجيب حاجات ما فيش مذيعين بتجيبها، فده عامل عائد كويس جدا للقناة وللبرنامج بتاعها. بس أحب أقول لها أنك بحبها قوي، وربنا يديها من نجاح لنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله يعني تبقى دايما معانا على الشاشة، وربنا يحفظها وتحيا مصر. اسمي سما، عندي 15 سنة، بتابع ريهام من 6 سنين. اللي عجبني في حلقتها حلقة المية، تلوث المية وخمس بنات، ودينا اللي بتنزل دم من عينيها، واللي شدني ليها حلقتها الخير اللي بتعمله. ابتديت ان انا اتابع البرنامج من كتر ما انا حباها وحبة شخصيتها. ريهام سعيد بالنسبة لي اسطورة الاعلام المصري، نفسي ببرنامجها يبقى الاول على كل البرامج على كل حاجة. أحب أقول لها كملي في اللي انت فيه، الناس بتدعي لك. لم اتوقع ابدا ان سما وسمر 15 سنه، مش 15 ولا كام، 15 و16. لم اتخيل ابدا ان اكبر 2 فانز موجودين على الصفحه واللي بيدخلوا يعملوا لايكس كتيره جدا جدا قد ولادي بالظبط. فانا مبسوطه جدا جدا، لان دايما يقال، انا مش هقول عليكم اطفال قوي، اقول عليكم مثلا مادموزيلات. دايما الناس اللي لسه صغيره لسه ناس بريئه، فلما بيبقى في حاجه صادقه بتوصل للناس دي، المصداقية لما بتبقى عالية بتوصل للسن ده أكتر من أي حد تاني. المهم إن هم قالوا حلقات أنا كنت بحط عليها بلس 18. حلقتهم إيه؟ شفتوها ليه؟ لا ما كناش نقدر نقوم من قدام أي حلقة. ده أنا كنت بتفرج على حضرتك النهار، وراح أجي بقى النهار بلس 2، ولو فاتتني حتة كنت بصحى الصبح تاني أتفرج عليها. والمدرسة فين؟ ممكن أغيب 3 أيام، كنت ممكن أغيب عشان حلو قوي قوي الكلام ده، أنا بضيع نشق الحمد لله. لا هم عارفين في المدرسة لازم والله؟ طبعا هم عارفيني، وأي كلمة يعني بتتقال كده ولا كده بتخش على طول، بطلع في الإذاعة طبعا. ده الخطوة. بس أنا مبسوطة جدا جدا جدا. أولا طبعا مش سما وسمر بس، انا لازم اشكر 5 مليون واحد اللي دخلوا على الصفحه واللي بيعملوا تعليقات، وتاني هقول هي مش بالعدد، لكن انتوا يعني تعاونتوا معانا وشاركتوا في ان انتوا تنشروا البرنامج ده في كل انحاء الوطن العربي. لما رحنا فلسطين، ولما رحنا الاردن، ولما بنمشي في اي، انا ما بسافر لوحدي حتى بره مصر،
بروح امريكا، انجلترا، فرنسا، بلاقي ناس كتير جدا جدا بتتابعنا عن طريق اليوتيوب وعن طريق الصفحه. مره تانية بشكر كل فريق السوشيال ميديا اللي موجود في تلفزيون النهار، بشكر سما وسمر جدا، وكان لازم اشوفهم النهارده وكان لازم اشكرهم. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يبقى في اعداد اكبر واكبر، وهنحيي برضو الناس اللي بتهتم بينا، وزي ما انتوا اديتوني حقي انا برضو لازم اديكم حقكم واقول لكم شكرا، لان انتوا كنتوا واقفين في ظهري جدا وبتعملوا لايكس كتيره جدا وبتدخلوا على الصفحه وبتشيروا حاجات كتير جدا وبتنشروا البرنامج اكتر، فانا لازم النهارده برضو اقول لكم ميرسي قدام كل الناس. متخيلتش انكم صغيرين كده خالص. وطلع عن البلاس 18 دي احمد حسين مش المفروض يحطها بعد كده، ما بتفرقش. فانا النهارده جايبه لكم هديه بسيطه جدا عشان تبقى عندك في اوضتك، درع كده مكتوب عليه 5 مليون صبايا الخير وبنشكركم، تحطوها برضو عندكم كده وتعرفوا ان انا بجد كل الاحترام وبشكركم جدا جدا. وسيبون بقى فترة، احنا الحقيقه انا مش ما كنتش يعني كنت عايزه اشوفكم بس، لكن فكره الاحتفال دي كان البروديوسر بتاعنا هو اللي خليكم بقى معايا ونقطع تورتايه 5 مليون وان شاء الله يبقوا 10 مليون قريب جدا. بشكر الخمسة مليون واحد اللي موجودين معانا، وبشكر سما وسمر، وانتظرونا بعد الفاصل مع حلقه قويه جدا ان شاء الله.